السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة Free Code Camp، ونكملوا مع المحور الثاني المتعلق بالجافا سكريبت اللي عملنا منه الجزء الأول Basic JavaScript، الجزء الثاني ESX، الجزء الثالث Regular Expressions، الجزء الرابع اللي عملناه في آخر حلقتين ولا حلقة واحدة اللي هو Debugging، اللي كناش نطلعوا المشاكل اللي في الكود متاعنا وكناش نصلحهم، يعني حاجة بسيطة في الموضوع هذا. واليوم باش ننتقلوا الجزء آخر اسمه Basic Data Structures. Data Structures حكيت عليهم في بداية السلسلة، وقلت اللي الفاريبولز متاعنا اللي نعطيهم اسم ونحطوا فيهم حاجة عندهم تايبس مختلفين، وقلت فما البريميتيفز كما كالنمبر والسترينج والبوليان وكذا، وفما كي نعملوا كومبينيشنز من البريميتيفز هذوما نحطوهم في فورمة معينة. والفورمة هذيك قلنا في بالنسبة للجافا سكريبت عنده في وسط اللغة، معناها اللغة اش تعطينا مباشرة باش نستعملوه، عندنا حاجتين، عندنا الأريز وعندنا الأوبجكتس. وقلنا ملحوظة صغيرة انه رغم الأريز في الحقيقة أوبجكتس فيهم شوية تبديلات يعطينا شوية حوية جديدة، لكن احنا توبش نركزوا ونخدموا على أساس الأريز حاجة والأوبجكتس حاجة، لكن في النهاية قلنا الأريز هم أوبجكتس. وشنو الفرق بيناتهم اللي حكينا فيه؟ قلنا الأريز هما collection، يعني مجموعة متاع values اللي هما ينجم يكونوا في variables، يعني لميناهم بعضهم وكهو، فقط الزايد انه معنا order معين، عنا ترتيب معين في وسط اللمان هذا والتجميع متاع values هذا، ومن بعد نستعملوا الorder هذاك باش نوصله. مثلا حطينا 10 من الناس في صف، وقلنا اللول هو الفلان والثاني هو فلان والثالث هو فلان ورابع وفلان، انت ماشي نوصل لعشرة. فبعد نحبوا نديو للول نعرفوه فين بالضبط، نديو للثاني نعرفوه فين بالضبط، وهكذا. لكن ما فماش حاجة زايدة على كونه كل فرد من هذوما فاليو معين. وقلنا زادة انه الفاليو هذوما ينجم يكونوا عندهم تايبس مهما كان شنو، ينجم يكونوا arrays، ينجم يكونوا numbers، ينجم يكونوا strings، ينجم يكونوا objects، ينجم يكونوا اي حاجة، ومش بالضرورة يكونوا العناصر متاع الاراي متاعنا ذاك من نفس النوع من نفس التايب، لا خلط كيما تحب. هذا في الجافا سكريبت. وكيف كيف قلنا انه بالنسبه للجافا سكريبت الاريز ما عندهمش طول محدد، ما عندهمش سايز محدد، اللينث نتاع الاري ماهيش محدد، مش كيما بعض اللغات الاخرى. مثلا الجافا الاري محدد، باش نجم تستعمل حاجه ماهيش محدده، يعني دايناميك تستعمل اري ليست في جافا، ولا في بايثون مثلا كيف كيف عنده ليست اللي هي دايناميك، ماهيش ما عندوش طول محدد. فهذه مساله تفرق بين الجافا سكريبت وبعض اللغات الاخرى، انه الجافا سكريبت الاريز نتاعو ما عندهمش طول محدد، نجم تزيد فيه وقت اللي تحب وتنقص فيه وقت اللي تحب. بهذا الاريز. الاوبجكتس قلنا كيف كيف نلموا فيهم معناها values، ينجم يكونوا الداتا تايبس نتاعهم مختلفين، لكن مش بالاوردر، هذا الاول الثاني الثالث انت ماشي حسب الاسامي نتاع كل حاجه. كيما قلنا مثلا واحد يحب يعمل نمذجه نتاع الانسان في وسط البروجرام نتاعو، يسمي انسان اوبجكت ونقول له مثلا اسمه نيم، ويعطيه قيمة اسم الفلان ذاك، يقول مثلا عمره age، ويعطيه مثلا عمره قداش 50 40 50 عام وانت ماشي، وهكذا. فهناك فرق صغير في النظرة متاع النمذجة بين الاريز اللي هي نجمع مجموعة متاع values يهمني فيها مهم فقط تجمعتهم هاني وكهو، وبين الاوبجكت اني نحدد المقومات او الاجزاء متاع الفاليو متاعي، نميزهم على بعضهم كيما الاسم واللقب والعمر وانت ماشي. هذه ظهر اللي حكينا فيه، ولكن عاودته خاطر مهم باش نفهموه قبل ما نبداو. اللي باش نعملوه لنا في البيسك داتا ستراكشرز هو شنو هما الاكشنز ولا شنو هما الميثودز كيما نقولوا الفانكشنز متاعنا اللي نجمو نستعملوهم على الحاجتين، وبعض الامثله التطبيقيه. لكن ما نش باش نعملوا الداتا ستراكشرز كما يعرفون بعض الناس اللي هما معنا حاجة أوسع ومتعلقة برشة بالألغوريثمز اللي هما مثلا ستاك والكيو والتريز وكذا. هذوكم عندهم موجودين في الفريكود كامب، لكن مش موجودين في البرنامج متاع الويب بصفة خاصة اللي هو هذا معناها جافا سكريبت، وقبله عملنا ريسبونسيف ويب ديزاين وكل، لا موجودين في الآخر وكل اللي هو هذا كودينج انترفيو بريبريشن. كناش تحضر راحك للكود معناها المقابلة العمل، على خاطر برشة شركات تسأل الأسئلة من هذا فموجودين. نحن إن شاء الله تنخدمهم ذم في ممكن سلسلة مستقلة، وفما مواقع معروفة تنجم تحضر أي واحد يحب يخدم البيسك، يحب يخدم داتا ستراكشرز والألغوريثمز بتاعه.
ما كانش احنا توا مش نتعرضوا لهم مباشره, مش نتعرضوا له حوايج بسيطه برك متعلقين بالاريز والاوبجكتس. نبداو مباشره في الجزء الاول, هما فما اريز لنا واوبجكتس. احنا ان شاء الله في الحلقه نتاع اليوم باش نتوقفوا مع اخر حاجه تبع الاريز من عرش, اللي هي باش تكون مثلا هذه create complex multi dimensional arrays. الباقي ان شاء الله بتاع الاوبجكت نشوفوه في الحلقه الجايه. نبداو بالتمرين الاول. لهنا كناش نستعملوا الاري باش نخزنوا collection of data. هذيك كنت نحكي من بكري. المهمه الاوليه او الاساسيه بتاع الاري اني نجمع موجوعه من بيانات, يعني الفاليوز معينين مهما كانوا شنو. كما هنا تشوفوا هذا مثال نتاعو, لم فاليوز مختلفين التايبس نتاعهم, هذا string, هذا number, هذا boolean, هذا undefined, هذا null. وكما قلنا تنجم تحط في الاري اللي تحب بالضبط به. او وهذا حاجات شفناها قبل, مثلا السينتاكس نتاع الاري تعملوا بالسكوير براكتس هذوما بالمعقفين, تبدا وتوفى بالمعقفين وتفصل بين كل element بيكون عنصر والعنصر الاخر بالفصل بالكاما. فهذه حاجه. الحاجه الثانيه, كل array تصنع في الجافا سكريبت يولي عنده property هذه اسمها length. يتعمل array هذا dot length باش يعطيك قديش فما من عنصر في وسط الاري هذاك. هنا 1 2 3 4 5 6 7, اعطاني 7, زدت فيه اني بعد ولا نقصت بالطرق المعروفه اللي نستعملوها تنشوفوها من بعد. كي نقص باش ينقص العدد هذاك باش يعطيني قداش ولا جديد, وكي نزيد باش يزيد باش يلغي قدا ولا جديد. وطبيعة الحال كي يبدا عندنا اري فارغ, الاري فارغ نجم نعملو هكا مثلا نفسخ هذه هكا, هذا اري فارغ ما في حد شيء, كيما نقولوا صندوق فارغ. فهذا باش يكون لينكث نتاعو صفر. عندك نعمل كونسول لوج يور اري هذاك دوت لينكث يقول لي صفر. نحط فيه element واحد, element واحد يكون واحد, وحتى ذا element رأوا هذا هو string فارغ. فكان element به نشوفه شحكيه لنا. قلنا به هذه الحاجة الأولى كناش syntax فهمناه, square brackets نحلو ونسكر ونحطو element متاعنا مفصول بيناتهم بالفاصل. اثنين عنا length, هذيك كل array عنده dot length, عنده property اللي هي تعطينا قداش فما من element, قداش فما من عنصر في الاري. حاجة ثالثة, كيفناش احنا نوصلوا للالمنت المعين, مثلا ذا واحد هذا نقول خليه هيك empty string, ذا ثلاثة ذا true. ايوه هذوما ثلاثة, نحب اني نمشي للثلاثة ذا, نحب نطلع ونستخرجه. وكما قلت يعني بيكلي مثلا عندك كيو ولا حاجة, عندك معنا صف وتحب تعرف الثالث في الصف هذاك ولا الثاني. يعني طب شوف الثاني هذا, لما قلنا قبل الاريز اندكسد من صفر, الثاني باش يكون الاندكس نتاعو هذا صفر, الاول صفر, عباره نحطوا له نوامر. يعني فما فرق راهو بالترتيب والاندكسينج. عباره اني جيت مثلا في صف مشيت للبوست ولا مشيت لاي بلاصه تاخذ النومرو, النومرو اللي عطاوه الاول واحد تخلى صفر, فشدك الصفر عنده. بالنسبه للاريز في الجافا سكريبت ديما اول واحد نعطيه صفر, فهذا باش يبدا عنده صفر الاول, والثاني باش يبدا عند واحد. انا نحب نطلع هذا نتاع الثاني, نقول كونسول لوج نشوفوا قداش, نقول له كونسول لوج يور اري واحد. مادام قلنا احنا بالنسبه للمرتبه الثانيه يكون الاندكس نتاعها واحد, طلع لي ثلاثه. هو هذه ثلاثه نتاع اللانث الاولى والثلاثه الثانيه نتاع هذيك, خلينا نفسخ نتاع اللانث خاطر في ثلاثه, خلينا نزيدوا اليمنت واحد باش تبدا ميزه بالك شي فما شكون يشكل عليه الامر. سترينج في حد شيء, شو لي لانكس اربعه خاطر زدت عنصر الرابع, لكن الاليمنت الثاني ثاني بمعنى الاندكس نتاع واحد صفر واحد باش يكون الفاليو نتاعو ثلاثة. باه باهي, قال لك هذه معناها استعمال بسيط للاري في دايمنشن واحدة. ولا دايمنشن كيما ندخلوها كيما نقراوه في الفيزياء وكل, لكن دايمنشن المقصود بالدايمنشن معناها اري كهو, نجم نعملو اري في وسط اري. نقولوا هذاك يولي الدبث نتاعو ولا النستينغ ليفل نتاعو اثنين وثلاثة وانت ماشي. واليوم يحكي لك هذا بسيط سيمبل وهذا كومبلكس. النجم نعمل اني مثلا مجموعة متاع صفوفة, مثلا نجي في قسم نقسمه الخمسة صفوف, فعندي اري اللي فيه صف وصف 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 وصف, وعندي الصف واحد وزادة كيف كيف اري.
أنا لو فرضنا ذي 1-2 نسميه اسم التلميذ ولقب التلميذ. فيبدأ عندي صف اللول فيه أنا زوس لامذا اسمه لقب اسمه لقب، والصف الثاني فيه زوس لامذا فيه اسمه لقب اسمه لقب. هذا أوبجكت ما حكيت عليه، هذه متاع أوبجكت ما تركزش مع برشا. احنا شفنا الأوبجكت شوية قبل، لكن خاطر الموشن المهمة متاع منين ذا نحكي على الأوبجكت به. هذا نسميه مالتي ديمينشنال أري. إذا كان عنا أري وست أري بدأوا كاكا يتعودوا، فبش يكون يعني أري ملتي ديمونسيونال، يعني تابلو ملتي ديمونسيونال. يعني كيما لو فرضنا نحبوا نستعملوا كي يقرأوا الفيزياء كل باش نحطوا البوزيشن يعني البلاصة أو الكوردينتس متاع نقطة معينة، الإحداثيات متاع النقطة، نعطيوها كل X والجريج والزد X Y Z هذوك. فإذا كان كل واحدة منهم معناها في ساعات في استعمال معين يبدأ عنا برشة نقاط وباش نعملوهم في ري كبير، نجمو نطيحوا في الكيزة ذالي وتسمى ماتريكس في الآخر، معناها ماتريكس معناها باش تكون ماتريس. باش قال لنا اش مطلوب لنا في الوحدة ذا؟ قال لك عملنا array سميناه array، هذا المطلوب التمرين. قال لك كمل statement هذا اللي هو assignment كونك تعمل array فيه على الأقل 5، length متاعه 5 طبعا متاعنا هذا فيه 4. وقال لك لازم على الأقل يكون فيه string و number و boolean. به متاعنا فيه string زوز واحد وفيه number وفيه boolean، نزيدوها مثلا null يقول لي عنا 5، هما طالبين 5 فأكثر توا عنا 5 كما تشوفوا، وعنا console log 5 run the tests مريقلين. نتعدوا للي بعده نوا فهم لنا هذا باش يحكيو كيفاش نعملو نوصلو نستعملو element من الاري متاعنا الاكسس، كيفاش نعملو اكسس للاري الاليمنت في الاري. عملناها بكري شوي بالبراكت نوتيشن، براكت نوتيشن زاد اني ممكن فيسا استعملت اللي هو قلنا نصنع اري هكا ونحبو نستعملو او نستخلصوا element معين من الاري، كما نقول مثلا const element element ما عملت الك او باش نقول my array of مش بسميه element باش نسميه اسم اخر اللي هو مثلا third الثالث باش يكون 0 1 2 معناها باش يكون الاندكس نتاعو 2. كيفاش نستعملوه؟ نحطوا البراكت هذيا نوتيشن وبعد نحطوا الاندكس نتاعنا بالضبط شنو هو، بعد نسكروا البراكت نتاعنا. لو الثيرد كان نعمل له كونسول لوج باش يكون 0 1 2 يعني هذا هو الثالث، بنعمل كونسول لوج الثيرد باش يكون الثيرد نتاعي هو سي كما تشوفوا سي، وهذا عملت كونسول لوج الاري كل به. هذا الريتريف معناها هذا كيفاش نستخلص الالمنت. النجم زاد نبدلو، كان نعمل تو هذا حطيت الثيرد هذه، النجم نجي لنا نقول my array ونشوفوا مثلا الالمنت الاول 0 ونحطه في الالمنت الاول 0. كما تشوفوا توا ولا الالمنت الاول متاعي ما عادش كان فيه اي ولا 0، فباش نجبدوا القيمه متاع element واحد نستعملوا البراكت نوتيشن هذيا، ومن بعد القيمه نستعملوها فين نحبوا، نعملوا لها كونسول لوج حطيناها في فاري ولا نستعملوها كيما نحبوا. باش نبدلوا القيمه متاع element معين في الاري نستعملوا هذاك ونعملوا له assignment كيما العاده، عباره variable عباره نتصور لهنا هذا variable معين والvariable هذاك هو اسمه هذا، نعطيه 0 كيما عملنا في الvariables بالضبط. به نشوفوا واش طالبين منا. قال لك set the second position position second position معنى index 1 اش يحبوا نعملوا لها. قال لك بدلها حط اش تحب، مهم مش بي second اني حطيت الاولى هذيك هاني second بدلته معنى اول 0 ونعملوا run the test امورنا واضحه. باهي تو حاجه اخرى كيفاش نزيدوا في الاري وننقصوا منه، هذه ما شفناهاش من بكري شفنا كيفاش نستخلصوا element نشوفوا الفاليو نتاعو ونحطوها في variable معين ولا نستعملوها، وكيفاش نبدلوا element نقوم شفناهم في اخر واحده. تو كيفاش نزيدوا تو احنا element الاري نتاعنا ذا مثلا اللي شفناه بكري في a b c d اكاهو، نحب نزيد الدي والاي وانت ماشي، ولا نحب ننقص element الاول يبدا بالبي، هذوما الحاجتين اللي باش نعملوهم تو باش نعملوهم تو كيفاش نزيدوا اكاهو في التمرين هذا add items. اما الزياده مادام قلنا الاري مرتب
يعني تفرق مش تزيده من الاول ولا من الاخر ولا من الوسط في بوزيشن معين. في التمرين هذا باش نشوفه كيف من الاول والاخر اكو شوفوا البوش هي تشوف تعطي اليمنت تزيده في الاخر بكل, والان شيفت تزيد اليمنت من الاول بكل. وهذا ظهر لي شفناه شفنا كيف فوق بل لكن انا عاودوا فيهم تو نشوف المطلوب في التمرين شنو هو. قال لك عملنا فانكشن اسمها ميكسد نمبرز هذه ونعطيوها اري هي الارجمنت اري وقال لك بدل لي الفانكشن هذيك بحيث كي نعطيوها اري معين تبدل فيه هو بيدو الاري هذيك تستعمل بوش وان شيفت باش تزيد هذوما ثلاثه للبدايه وهذوما ثلاثه للنهايه. الان شيفت نستعملوها للبدايه نحبوا نزيدوا حاجه من الاول, والبوش نستعملوها باش نزيدوا حاجه من الاخر. معناها المفروض اللي طالبينه هو منا احنا شنو نعملوا هكا اري دوت ندوب الان شيفت معناها كيف كيف هو مش في فرق طول باش نعملوه خاطر مره من الثاني مره من الاول مش في فرق ترتيب نتاع الديتنس باش نكتبوهم تو ستار هذا نحطوه الاخر تحت ولا واحد فوق الاخر ماشي شي غلط. المهم نحطوا فيه نفس الاليمنت تو هذا يحبوا في البدايه معناها اللي استعملته اني ان شيفت البدايه نحطهم مع بعضهم. حب تزيد elements الاري تستعمل ان شيفت تحط الاليمنت الاول والثاني والثالث ولا اليمنت واحد هكا وكيما تحب. وكيفو باش نعمل اري دوت بوش مادام يحب في الاخر هذوما انا 7 وهذه 8 نتاع الروماني 8 نتاع الروماني وهذه 9 في النهايه نهزهم كيف كيف حتى هما نحطهم في النهايه. هيك السيمي كولن نزيدو اختياري ماهوش لازم في الجافا سكريبت لكن مريق وما حبوا يصنعوا كما نقولوا هذا 4 5 6 وقبل 4 5 6 حبوا يزيدوا 1 2 3 ومن بعد 6 حبوا يزيدوا 7 8 9 فيولي 9 كما هكا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اصحح عم ران ذا تيست مريقلين نتعدوا به. بعد ذاك جابونا عكسهم بكري شويه شفنا كيفناش نزيدوا في اول اري وكيفناش نزيدوا في اخر الاري تو كيفناش نقصوا من اول الاري ونقصوا في اخر الاري كيفناش نعملوهم هذوما نقصوا في الاول اري عن طريق بوب في اول اري عن طريق الشيفت ونحيوا في اخر الاري عن طريق بوب فهي كيما كانت من توا فهي خلنا نشوفوا مع الاخر يعود يكتبوا pop removes an element from the end of an array معناه pop تنحي من الاخر كما كنت اقول وشيفت تنحي من الاول. الفرق صغير بين اللي شفناهم بكر شوية اول شيء انه جماعة يزيدوا وذو ما ينقصوا وثاني شيء انه وذو ما نعطيوهمش حتى argument معناه ما نقولولوش كما بكر يزدنا الالمنت الفلاني قطرهم مش نحيوا برا معناه مش بنربحوا حاجة. لكن شنو الفرق زي الاخر انه كي نستعملوا pop ولا شيفت باش يعمل حاجتين في الحقيقه البوب حتى تشوفوا احنا تو ان نعملوا كيما يحبوا في الاكسرسايز نتاعنا ومن بعد نفسروا شنو هما الحاجتين من بعضهم يعملوا في فرد وقت شنو يحبوا يعملوا بوب شيفت اش تاخذ اري وترجع اري جديد to remove the first and last element and assign the removed elements to the corresponding variables باهي يحبونا نحيو مثلا challenge اللي هو الاول والكمبليت اللي هو الاخر ونحطوهم مزبوط مع بعضهم في اري فنرجعوا لهم اري فيه تشالنج وكمبليت وفي نفس الوقت ما يهموش في الاري القديم بدلنا فيه وما بدلناش فيه هما تو مش نبدلوا فيه مادام نستعملوا بوب وشيفت اش باش نعملوا هنا باش لازمني نفسر حكايه البوب وشيفت شنو هما الاكشنز الزوز اللي يعملوا في الوقت ولا الحاجتين الزوز يعملوا في الوقت. البوب باش تعمل حاجتين قلت باش تنحي element من الاخر وتعطيني return الفانكشن نتاعو هو الاليمنت اللي تنحى باش نعملها وحدي لنا في حاجة صغيرة هذا باش نحي الكونسول لوج نجمو نعملو demonstration هذية مثلا عندي array array باش نحط فيه 1 2 3 هذا array توا باش نستعمل فيه pop باش نعمل باش نحيلي الاليمنت الاخر هو 3 نقول const array مش array const نعمل const x نسميوها يساوي array dot
هوب وكهو. الاكشن الزوز اللي بيشبيه هذا تعاش يخك ريز نوت ديفايند مستعملش مثلا ده مريجلين. لو مش نعمل كونسل لوج اري وكونسل لوج اكس مش نفسر شنو ما حاشين يصيروا في الوقت. وهذه حاجه مهمه على الاخر. هو اني واحد من الناس ما ينصحش برشا باستعمال البوب وكذا، لكن توا احنا نفسروا شنو ما في اللغه شنو اللي صاروا في ستار. هذا ستار هذا صارت حاجتين. الاري اذا نقص منه الاليمنت 3 وكيف تشوف عملت كونسل لوج نتاعو هو ولا في واحد اثنين، وكيف كيف الفاليو هذيك الثلاثه اللي نقصت اني حطيتها عملت لها اسايمنت، عملت اسايمنت الاكس حطيتها في وسط اكس كيف عملت شفته عملت كونسل لوج اكس 3 3 هو الاليمنت اللي تحت هنا. فالبوب والبوش كيف كيف حتى البو احد قلت البوش الشيفت باش نحي من الاول كان عملت شيفت مثلا باش تولي الواحد هذيك بلس 3 نحات الواحد وتحطيت لي الواحد في اكس. فهذه حاجه مهمه معناها البوب والشيفت يعملوا في حاشيه فرد وقت قاعدين ينحيهم في الاليمنت من الري ري ما عادش في الاليمنت هذيك وذا ستيتمنت وهذه الفانكشن كلها ريزولفي الاكسبريشن معينه شنو هي اللي هي الفاليو نتاع الاليمنت اللي تنحى. هذه كلها نجم نعوضوها حاجتين. الحاجه الاولى نحينا من هذه اكشن واحده، والحاجه الثانيه دي بكلها نحولوها لكن يتنحى مثلا تو في الشيفت واحد ردها واحد. كيف معناها تو الواحد هذه تحطيت لي ما ناحيه البوب ما تنحاش الاليمنت الاول. المهم نتصور وصلت الفكره، وفكره مهمه على الاخر لازم نفهموها خاطر تبدلنا في الاري نتاعنا فرد وقت هيش كان ترجع في الفاليو. وفما شكون مثلا يستعملها يعمل مثلا array dot pop ويسخب بشي story الarray في الvariable ذي، هو مش بشي story الarray كله بشي story اللي popped value كهو. خلنا نعملو الشغل بين هما تو هما كان نجمو فسخ اللاينز هذوما نجمو فسخو امراو خاطر نجمو نعملو هكا ولهنا طول قولو له array dot shift array dot pop كيما تشوفوا ولا عنا challenge وcomplete. وهذا كنت نحكي لي بالضبط الاكشن اللي اتعملت لنا نحات من الاري التشالنج وحطيتها في البلاصه دي يعني عباره عملت assignment للاري declaration الجديده. خلنا نسجل هذه هيك ونعمل النسخه اللي اسهل الاوضح وبعد نعمل النسخه دي خاطر معناها بالنسبه لي نحس برايي يعني اسهل باش تقرا النسخه الاسهل هي شنو الجو هذا النسخه الاسهل الفاليو كل واحده واحده صبينا هذه بوب نصبوا فيها اري دوت بوب والشيفت هذيك نصبوا فيها اري دوت شيفت. هنا ايش صار البوب ولا فيها كومبليت والاري هذا كله عاد فيها هذاك اهو. الستار الثاني الشيفت ايش صار فيها ايش صار حاجه الاولى شيفت ولا فيها تشالنج والاري كله قاعد فيه كان مزوز is not خاطر من بكري نحينا فيه complete تو كمان نحينا منه challenge. ومن بعد رجع لي array آخر اللي حط فيه الelement الأول والelement الثاني يعني شو عملت عملت نحيت هذا بكله نحيت كله تو نعمل paste. مادام الarray dot shift بش تنحي من الأول وترجع value معينة نستعمله النوتيشن بتاع الarray عبارة بدلنا هذه بتشالنج في نفس الوقت قبلها نحمل الاري. وكيف كيف لهنا عمل البوب نحمل الاليمنت الاخر وعباره بدلنا البلاصه هذه كومبليت اكسبريشن ولات هذيك نغزلوها على اساس اكسبريشن نلقاو كومبليت. والستيتمنت اللي صار انه نحى الاليمنت من الاري وك علاش تمشي مريقلة تو يعني نقول له راند تيست مريقلي به. تو طريقه اخرى نتاع تفسيخ بكري التفسيخ اللي عملناه هو مش كان تفسيخ حتى ممكن في التمرين بعده الزيادة تعوضها لي كان يفسخ هكاو بكري اللي فات بالضبط نفسخه من الأخر وملول أكاو كما كان يحكي لنا from the beginning and end. لهنا قال لك نحبه نبدله ونحيه element من أي بلاس في وسط الأري هو splice مش كان من وسط الأري حتى في الأخر ولا في الأول أنا هي أعم البوب والشيفت وكما نشوفه يعني تعطيك تنجد عن بارش حويش. هاوش قال لك قال لك تنجم تفسخ اي عدد متاع element متتالين
أنا نجمني بسبلايس نقول له فسخ لي من البوزيشن هذه هذه سر واحد اثنين من اثنين هذا اللي هو فيه خمسة حتى كشي يقولوا للسبعة ويوقف ولا للخمسة ولا للاثنين بالاندكس توا هذه الاندكس متاحة اثنين ثلاثة أربعة خمسة نقول له فسخ لي الاندكس خمسة هذا جاي نور خمسة اندكس ستة يوصل لاثنين يفسخ لي كل فرد ضربة بسبلايس خلينا نشوفوا كنا السنتاكس متاعو ها قال لك splice to to جاء الاري ذا قال لك ان حين two elements هذه بنعرفها two elements باثنين الثانية هذه وبدينا بالthird element اللي هو الindex صفر صفر واحد اثنين هذه الثالث انا فسخ من not لسه two elements قلنا اش خلى today was great today was great هذه كهي فاش نتفناش السنتاكس متاع الاستعمال متاع splice هو سهل نجم تلوج عليه حتى كان نسيته واني واحد من الناس راهو ساعات ننسى هذا سبلايس حتى الناس تعملوش برشا تحل الانترنت تمشي الام دي ان اللي وريته لكم قبل مباشره تلقى بالضبط كل شيء ولا اذا كان ما تستحبش تحل اذا كانت تستعمل في كود اديتور باهي طول طول انت تكتب دوت سلايس سبلايس هو بيطلع لك هيك نيه ديفينيشن كيف تستعمل خاصه كتب تستعمل مثلا في اس كود ولا اديتور في تايب سكريبت ولا كذا يطلعهم لك مباشره به نرجع كنا نحكيه احنا باش نطبقوا سبلايس هذه مره اخرى هذا تطبيق اخر تعطيه في الارجمنت الاول البلاصه اللي باش تبدا تفسخ منها هذا 0 1 2 3 هذه البلاصه اللي باش يبدا يفسخ منها ومن بعد تعطيه قد ايش يفسخ 2 معناه باش يعمل 1 2 باش ينحي ذم كل باش يقعدوا في الاري هذا باش يقعد فيه اي ام فيلينج اما في نفس الوقت كان تسجل الفاليو اللي رجعها سبلايس كما حكيت البوب والشيفت اللي شفناها بكري شوي تسجل يسجل لك الاري اللي فسخته انت كان فسخت اليمنت واحد يسجل لك الاري في اليمنت واحد كان فسخت زوز يسجل لك الزوز كان فسخت ثلاثه باش يسجل لك ثلاثه وانت ماشي انا كما حكيت البوب والشيفت ان نجم نسجلهم اللي تفسخوا في بلاصه واحده فهي ايش قال لك لنا قال لك عملنا اري هذا قال لك استعمل سبلايس باش تفسخ elements من الاري ذاك so that it only contains element that sum to the value 10 مناش هما طالبين نعملو for loop so that it only contains element that sum to the value on 10 معناه لازم نخليه كان الelements تلمهم يطلع 10 هذوما 3 و5 و7 مش 10 معناها نجموا احنا نختاروا من نحبوا الاكسرسايز هذا مش باش نعملوا كود واحد واحد ويحسب قد ايش يخرج باش نحسبهم مانيولي بدايته نشوف مثلا توا ان هما الاليمنتس من بعضهم يطلعوا 10 مثلا هذوما 3 ما ذي باش نعمل سبلايس مرتي ما نعرفش هو يحب نستعملوها مره واحده ولا مرتي خاطر باش نستعملوها على الطرف هذه باش نستعملوها على الباقي هذا بنشوفوا خمس سبعة وخمسة واحد ستة واربعة مثلا نظم كيف قلت هذه كبير شوية ستة وخمسة الاف هو حسب نشوف مش عملوا مرتين بالسيف خاطر بالبداية هو كان اللي يقعد يحب كان اللي يقعد اللي يقعد يطلع السهم متاعه عشرة معناها النجمه نعملوا مثلا نحيو هذا كل ما تمشيش نشوفوا معهم الخمسه ونخليو حاجه اخرى عندك سته من غادي جمش هذيك كناش باش تعمل تعمل لك سهله هذوما نحيو هذوما اللي قاعدوا ما همش هايلايتي تو قداش اثنين مع خمسه سبعه مع اثنين تسعه مع واحد عشره فباش نفسخوا من هنا لهنا احنا توا باش نردوا الباقي اللي يقعد في الاري اللي موه يطلع 10 لازم نفسخوا من هنا لهنا كناش الارجمنت نتاع سبلايس باش نستعملوهم البوزيشن نتاع اللي باش نبداو نفسخوا فيها شنو هذه صفر هذه واحد نعملوا سبلايس اول حاجه واحد ومن بعد خرج من اليمنت واحد اثنين ثلاثة أربعة انا باش نعمل اري دوت سبلايس قلنا باش نبداو من الاربعه يكون واحد وباش نفسخوا اربع اليمنتس ومباشرة نشوفوا اللي قاعد شنو 2 مع 5 7 مع 2 9 مع 1 10 فنقولوا له ران ذا تيست امورنا واضحه مريقلي اللي يحب يعمل اكسرسايز اصعب
يعمل اي اري تعطاه، حتى لو حسبته خاطر الاري عندي يعمل اي اري تعطاه كانبوت واحد واحد ويبدا يجرب في سبلايسز لين يطيح 10 في النهايه، ويخلي يعطينا شنو انهي منهم اللي باش تمشي صحيح. واكسرسايز مش سهل معناه في كبدايه مش سهل. باهي باهي توا شفنا سبلايس تنحي اليمنت، سبلايس تنجم في نفس الوقت زاد تزيد اليمنت. علاش قلت لكم هي اعم واحده نجم تعمل بها كيما البوب والشيفت والبوش والانشيفت الكل مع بعضهم تعملهم بسبلايس. لكن الحاجه الوحيده لازم تبدا الري اللي باش تبدل تنحي منه ولا البلاصه اللي باش تزيد فيها تكون نفس البلاصه، معناها باش تنحي مثلا اربع اليمنتس ورا بعضهم ولا تزيد اربع اليمنتس في نفس البلاصه ورا بعضهم بسبلايس، معناها تستعمل سبلايس مره باش يصير الحاجه دي. فهي كيفاش باش نجمو نزيدو اليمنتس حتى نشوفوا لهنا السنتاكس الاكمل نتاع سبلايس، انه الاليمنت الاول والثاني كما شفنا بكري، الاندكس اللي تبدا منه، الاندكس اللي قداش العدد نتاع حوايج اللي باش تفسخهم، ومن بعد الليست نتاع الحاجات اللي باش تزيدهم. انا هذا انا كان نحب نزيد اكاو واش نعمل، قول نبدا من البلاصه الفلانيه وما نفسخ شيء، نحط لنا صفر ومن بعد نكتب الاليمنتس اللي حاب نزيدهم. انا نحب نزيد في الوسط هنا نقول له سبلايس 1 ومن بعد 0 باش نفسخ شيء، ما نحط له حاجه حاجه حاجتين او نجربوها هنا مثلا. طب نقول له مثلا اري نحب مثلا نزيد باش نكتب انونيموس اسم اللي هو في البوزيشن 1 اري سبلايس 1 صفر مش فسخ شيء، نقول له انونيموس انونيموس مش اري هو هذا في الفانكشن، نحطه في وسط الفانكشن وهذا ريتيرن نتاع ريتيرن في الاري مشوك. هنا تشوف زادوا لي انونيموس في البوزيشن 1، كان نحب نزود نحط انونيموس 1 انونيموس 2 سيلي باش نعمل كوبي بيست وبعدين نحط فيه 1 وبعدين نحط فيه 2 يوليو لي الزوز موجودين كيما تشوف في البوزيشن 1. نحب نحطهم مثلا لهنا 1 2 3 4 نحب في البوزيشن 4 نجي 4 ويتحطوا لي ورا بعضهم ديما باش يكونوا ورا بعض وهكذا. باهي سهل نتصور الحكايه ماشي صعيبه. باهي شي يحب نعمله لنا which takes an array of html colors as an argument modify the function using splice باش نحيو اول 2 elements ونزيدو هذوما زوز معناها في بلاصتهم، معناها باش نبداو اول 2 elements معناها بالصفر. يعني معناها باش نعملو باش نحيو من الصفر خاطر اول بلاصه باش نحيو زوز قالك 2 elements نزيدو في بلاصتهم 2 values هذوما واللي هو لنا فما كلمه انش فصاخ نحط بلاصتها كامل هذا اللي طالبينه المفروض. ولا فما دارك سالمون بلانشيد الموند في بلاست هذيه وهذه هذوما زوز فسخو وكيما تشوفوا بعدهم لافندر طول اللي قاعد هذاك وحاطين في بلاصتهم الحشيه هذوك اللي حطونا هما نعملوا راند تيست امورنا واضحه مليح نتعدى. هو فما حاجه اسمها سلايس، الاسم يشبه برشا على الاخر للسبلايس لكن ما يعملوش نفس الشيء جمله، فما شويه شبيه في الحكايه بيناتهم لكن مش نفس الشيء. به سلايس شنو تعمل؟ سلايس تفسخ وتزيد وفي نفس الوقت ترجع لنا الحكايه تفسخت وحدهم في اري معناها كي نحبوا نستريوهم وفي نفس الوقت تبدل لنا الاري اللي استعملناه عليه من الاول. انا فما برشا حاجات تصيروا فرد وقت سبلايس تفسخ وتزيد كانت تحب تزيد وراهي باش ترجع لك الاكسبريشن نتاعها الاري نتاع الاليمنتس اللي تفسخت وكيف كيف الاري القديم هو باش يتبدل. كان عندنا اري ابليكين عليه سبلايس هو باش يتبدل، سلايس لا، سلايس مهمتها حاجه واحده انها تاخذ لك جزء من الاري اذا كتقصه لك كيما سبلايس كان استعملوها للتفسيخ اللي ترجعه. لكن سلايس هي كي ترجع لناحيته انت مثلا بديت من واحد ال3 باش يعمل لك هذوما الزوز تفسر علاش مش ثلاثه هذوما وما تبدلكش الاري الاولاني هذا وذر كونديشن باش يقعد هو بيدو. هذه حاجه مهمه على الاخر وفرق واني نخير ديما نستعمل سلايس، ديما نستعمل سلايس خير من سبلايس خاطر ما نحبش كيما حكيت من الاول الميوتيشنز الفاريبل نتاعك ما يحبش الفاليو نتاعها تتبدل
ميسيرش نعمل variable جديدة ونحط فيها حاجة جديدة والقديم يقعد كما هو ما يتبدل ليش. خاطر كان دخلته في function وتبدل ما غير ما أني قاصد أني نبدله ومن بعد نستعمله نغلط في الاستعمال متاعي. لكن كي رجع لي element جديد نعرف القديم ما تبدلش ونبني على جديد. هذا كان موضوع آخر تنحكي ولي في وقت آخر لكن نبه لي متوقع. وأنا نفضل ديما نستعمل slice وكل pop والpush وكل أي واحد من الناس ما نحبش نستعمله. لو انه من ناحيه البيرفورمانس هما خير لكن احنا في ديما في الويب ما نعطيوش برشا قيمه للبيرفورمانس. مش هي المهمه البرشا, المهم ان تنجم تكتب كود مزيان تقراه وتنجم تخمم فيه بالكدا وبالسهل وتزيد عليه وتنقص عليه بالسهل. ما تخواش تخمم مخك تحط فيه برشا حكايات زايده. نرجع للموضوعنا لان قلنا سلايس. الفرق الاكبر بينها وبين سبلايس انه سبلايس تبدل في الاري اللي ابليكين عليه سلايس, لكن السلايس ما تبدلش في الاري هذاك. هذا واحد. اثنين, في الحوايج اللي تعملها سبلايس قلنا منها تفسخ وتزيد وكل شيء. سلايس تهزلك مجموعه من الاليمنت كيما نعملوا الاندكس مثلا صفر نجيبوا اليمنت واحد نقولوا اندكس صفر نجيبوا اليمنت الاول هكا البراكتس زيرو. سلايس عباره معناها فيرجن اكبر من كي البراكتس نجيبوا اليمنت بين اندكس واندكس اخر هكا. هذاك اش تعمل ما تبدلكش في الري. هذه حاجه مهمه نعاود نقولها مره اخرى. اش قال لك لنا؟ قال لك weather conditions rain snow sleet hail clear من 1 اللي هو هذا لل 3 اللي هو 0 1 2 3. لكن فما حاجه مهمه, 3 هذا اكسكلوزيف معناها كيما كل نعملوا انترفال تقراو في المات حط مثلا بين واحد قولوا مثلا واحد أربعة ونعملوا هيك أربعة يعني الأربعة مش داخلة في المجال هذاك. هذه كيف كيف معناها ثلاثة كي عملنا ثلاثة راهو ثلاثة مش داخل. شكون اللي داخل؟ اثنين اللي قبله خاطر اندكسز انتجرز معناها من الواحد لاثنين هذا 0 1 لاثنين هذوما اللي باش يصيروا كابي كيما ورينا ورانا لنا النتيجة سناو سليت. نحبوا نجيبوا معاه الهيل نعملوا من الواحد للأربعة, نحبوا نجيبوا الكلير ونعملوا من الواحد للخمسة وانت ماشي. معناها سلايس مهمتها ان تعمل اكستراكتنج الاكستراكشن للاليمنتس اللي يبداو معناها ورا بعضهم. كيفاش تعطيها؟ تعطيها الاندكس نتاع الاول والاندكس نتاع اللي بعد الاخر. قلنا اكسكلوزيف نحب الاخر هو سليت اعطانا الاندكس نتاع هيل. باش طالب لنا قال لك فوركاست شو ريتيرن وارم اند ساني. وارم اند ساني معناها 0 1 2 من 2 لل 4 خاطر هذي هو الفور. قلنا اكسكلود بشي رجعنا ثاني قلنا return array dot slice to four warm and sunny واضحين مرقلين نتعدم. باي اشني الحواج اللي نجمو نعملوها نعملوها بالسلايس هذي ان نعملو نسخة من array. وهذي حاجة مهمة حكيت عليها قبل. تذكروا كي قلنا الـ complex data structures كيما الarray والobject هذوكم راهم كي نعملهم assignment اللي يتسجل في وسط الvariable name واللي يتربط بالvariable name البايندينج هذاك راهو reference متاع الarray ولا متاع الobject. يعني كان تمشي تبدل انت في حتى كان بالconst وتبدل في الvariable هذاك اللي سجلت فيه تقول مثلا push ولا كذا راهو بشي تبدل اللي الحاجة اللي تريفرنسيها الvariable هذاك. يعني كان تعمل x عودوها لنا مرة أخرى x يساوي 1 2 او 2 3 2 4 جاتك هكا نزيد الكونست نقولوا كونست y يساوي x كان نبدل اني تو في ال y نقولوا y push 1 مثلا نعمل كونسل لوج x اللي ما بدلتوش من بعد جملة نلقى فيه زد 1 مال كونسل لوج x زد 1 وقت اللي بدلت في ال y. علاش؟ خاطر هذوما الزوز عندهم نفس الريفرنس على الكومبلكس داتا تايب هذا اللي هو الاري هذا. انا اكس ولا جريج هو اسمان لمسمى واحد هذا كي نقولوا هكا اللي هو الاري هذا. علاش؟ خاطر كومبلكس داتا تايب كان عملناها الفاليو اللي هي بريميتيف كيما سترينج ولا بوليان ولا نمبر ما تصيرش, لكن كي نعملوا الاوبجكتس والاري تصير. احنا تو اني نحب نبدل في الواي ما غير ما يتبدل الاكس اش نعمل؟ نعمل اري جديد وهو نسخة من الاري الاولاني. اري جديد اللي هو نسخة من الاري الاولاني
ليش نعملوها هذه؟ أنا برشة طرق مش نعملها. نجم نعمل x.slice ونعمل console log معها y توذية. نلقاو ال y اللي هي الثانية زائد واحد كما شفتوا، وال x متمسدش خاطر شو عملت لهنا يعني. مشيت عملت نسخة كما قلت أني بكري slice تكستركتي وتحط في بلاصة جديدة. عملت نسخة من x عن طريق التكنيك هذه، معناه وين تحب تعمل كلون ولا نسخة من array معين كما قال لك لنا كابي استعمل سلايس ولا انا كي ما عطيتهاش البدايه والنهايه مشى هو هذه حاجه ما قلتهاش تو كعطيتوش البدايه والنهايه مشى في باله الاري كامل واضح ولا فما سينتاكس اخر مزيان اللي هو جاي في ال 6 اللي تسمى سبريد. كلمه سبريد كيما انك جيت تفرغ حاجه ولا تفرغ حاجه في بلاصه. كي نحسبوا الاري عندك انت مثلا صندوق عرض فيه elements، قولوا صندوق متاع حليب باكوات حليب فيه ستة باكوات حليب، ومن بعد بشتو تفرغ الباكو الصندوق هذاك حطه في بلاصة أخرى تهزه كما هو تفرغه ما يهمكش فيه الحليب خليه يتلق تفرغه باش تفرغه في باكو آخر. الباكو الجديد فرغت فيه elements هذوك بطبيعة توا هنا مش كيف الحليب، الحليب هو بيدو كل بشي يتحول لهنا بشي التفريغ بش يكون عن طريق النسخ، يعني بش يعمل نسخة جديدة ماهوش بشي يهز الelement هو بيدو يحول. شنو السنتاكس نتاعو سبريد هذا؟ هو تعمل ثلاثة نقاط وبعد تحط اسم الاري كيما هكا. هذاش باش يعمل عبارة هزك ترو undefined false null كيما صندوق الحليب يبدا يفرغ فيهم حطهم في this array جديدة that array جديد، معنى هذا ولا نسخة من الاولاني ما عادش نفس الريفرنس اللي قلت عليهم بكري، ما عادش اسمان لمسمى واحد ولا هذا اسم على مسمى اللي هو array هذا وهذا اسم اخر على مسمى اخر اللي هو array هذا صندوق جديد ريفرنس جديدة. وذي النجم نعملوه بسلايس كما عملتني تو ونجم نعملوه بالطريقة ذي كيف كيف spread هذي جت مع 6 spread ومزيانة this array هم سميها عاد مش this array x كيف كيف شاطين نفس النتيجة ولات الواي فيها اللي فهمها في x من بعد زدتها واحد وزدني واحد وكلون باهي. هذي حاجة مهمة وحكيوا عليها تو هما وخلنا نشوف شنو في exercise فماش كلمة زيدين عندنا. أنا قال لك with a simple and highly readable syntax معناها علاش نخيروها وذكروها لنا خاطر ممكن فما عباد تشوف syntax جديد جاء معقدة لكن أي واحد من الناس جيني معناها منطقي مزيان syntax هذا عبارة هزيت الأري هذا فرغته في وسط أري جديد هكا اللي نفهمها ومجرد أني نشوفها نقول هي واضحة مزيانة وكلون من الأري هذا. يبقى فما ملاحظة صغيرة على الأخر أنه هذه spread باش تسبريدي الاري في ليفل 1 انا كان واحد من هذوما هو الاري لازمني هو بيدو زين نعمل سبريد وهذه تنحكي عليها بعد شويه ما نكثرش معلومات ولا وهذه حاجه مهمه معناها هذه ديما تصلح دائما صالحه باش نعملوا كابي نتاع الاري اللي ماهوش نستد ما فيهوش اريز اخرين ولا حتى اوبجكت حتى الاوبجكت كيما الاري قلنا ريفرنسد شنو المطلوب لنا وي هاف ديفاين خلينا نرجع نحيه هذا كله قالك we have defined the function copy machine which takes r اللي هو array و number functions يحب يرجع num copies of array معناه ينسخ قداش مرة باهي يعني بالضبط using spread syntax so that it works correctly. إيش يحب يعمل اللي مفهمتش معاش معناها new new array بش إذا new array بش يحط فيه برشة نسخ برشة قالك نستعملوا function على method ريناها بكي البوش معناها مادام مش نزيده في الأري حطوا بوش ونجم نعمله ما غير بوش عطاو نوريكم بالبوش وما غير بوش عندك new array جديدة ذاك اللي بدأ فارغ في كل iteration ما هو يعمل في while بدأ من الواحد ويكمل فيه من ينقص فيها معناه بشي يبدأ من number ويبدأ ينقص كل مرة يعمل new array به بش نعمل new array dot push نسخة من الاري نسخة من الاري اللي هي بش تكون array all around the tests عنا حاجة غلط عنا كل شيء غلط ماذا اللي فهمته بالغلط اللي طالبوه
يا خلينا نشوف الكونسول لوج متاعي ايش طلع فيه. كونسول اوتبوت واضح يحب يرجع نسخ. انا دائما اري وبعد اري وبعد اري. انا يحبك هذا يعملها تو معناها هذيك وحده كلها تكون في وسط اري جديد. انا مشيت فرغته مباشره كله ما غير عباره الصندوق عباره عندي صندوق كبير وهو بيدو يفرغ فيه صنادق على بعضها على بعضها على بعض. وقت اليوم يحبوا صندوق كبير وفي وسطه صنادق وكل مره يفرغوا في صندوق ماك الصنادق هذوك. يحبها هيك يحبوها هيك باه. هذيك هي مريقله واضحه باهي. السنتاكس اللي نحكي عليه هاني بكري اللي هو نجمو نعملو في بلاصه البوش نعملو الاري هذا نتاعنا نيو اري هذاك نزوك نيو اري يساوي هو بيدو نفرغو مره اخرى ونزيدو الاري جديد. معناها عبارة عملنا نسخة منه هو هذية ما يطلع منها نسخة من هذا كي نعملو هذية هو بيد عملنا منه نسخة وزدناه اري جديد اللي هو فيه الاري عادينا كي نعملو راند تيست ومرة واضح يمشي. أنا عملت هذية مثال مش مثال سبيلت ممكن تجي معقدة شوية ومعناها قاصد انه باش تخمو شوية ما كانش. احنا نرجع للسيمبل واللي هي اكثر قاصدين هما قال لك ما زالش تعمل الميثود شفناها قبل. خلينا نرجع كيما بالبوش قادر الميثود اللي شفناها قبل هيك ابش دي مريكل امورنا واضحه هذه تمشي امورنا واضحه به عملوا راند تيست مره اخرى وتمشي به. النجم نعملوا زي بسلايس كيما وريتكم بكري حط لنا اري هيك اري دوت سلايس وهذه راي جوابه مريكل امورها واضحه تمشي زاد فهم مشكلة. يحب نستعمل spread operator يحبنا بالسيف نستعمل spread هي نرجع spread خطر الفاليوز صحاح التست معناها المطلوب نرجع فيه لكن هو بالسيف يحب يستعمل spread operator معناها طالب ان نستعمله نستعمله هكا وخويا لو انه سلايز كما قلت لكم تقضي زادة submit and go to the next challenge باهي. هذه كنا عملتها بكري شوي انه نعمله أكثر من array بسبريد. أنا يعني شعملت spreadit للray الكبير وزدته array جديد copy بسبريد. أنا إيش معنى هذا؟ أنا أعمله بشوي الray هذي بكله شديناه فرغناه لنا في الوسط هذي وحطينا قبله elements وبعده elements. المهم هو فرغناه لنا معناه عبارة عملنا copy paste copy paste لهنا وعملناها لهنا في blast blast هذي spread وكهو بكل بساطة. هذي إيش معناها combine arrays with spread operator. خلنا نشوف طالبين. قال spread out returns the variable sentence modify function using the spread operator so that it returns the array learn to code is fine. باهي learn to code نمشي نزيدو احنا حاجات من نكتب باهي مش مشكل let sentence equal حبو نعملو هكا معناها هذا اللي فهمتوه بيدينا معناها ماشي باش نعملو كود هكا دورني نزيدوها learning خاطر هذيك مكتوب كود موجوده زيدوها الكلمه دي learning طول هنا ومن بعد نفرغوا كل فراجمنت ثلاث عاد فرغنا الفراجمنت غادي اللي هو باش يولي هذا عباره تو كود عباره من كوبي بيست حاطين هنا ومن بعد نحطوا is fine كيما هكا ونروح انا ولت learning to code is fun run the test امورنا واضحة امورنا واضحة نتعدى باهي. ثم موضوع اخر ما عادش كيفاش نزيدو ونقصو ونعملو نسخة موضوع ذا متعلق كيفاش نعرفو element موجود ولا في الاري element معين موجود ولا في الاري باهي. كيفاش نعملو هالحاجة ذي index of مع طريق method تابع الاري index of نحطو اسم الاري هيك اسمه واعطانا اري اعطونا argument نكتبوا index of رد بالكم الاو هذه الاو هذه راهي upper case مش كما في بعض اللغات الاخرى تكون lower case هذه upper case تعملها بالاو الصغيره راهي باش تجيك هي مشكل لا هي upper case ومن بعد تحط ال value نتاع element باش لو جالي مثلا squash باش نحط squash
ونعمل كونسول لوج لنا ولا نعمل ريتيرن. هو ذلك يعمل فيها اكزيكيوشن نعمل ريتيرن رجع لي صفر. صفر هو الاندكس نتاع الاليمنت هذا القاه يلوش في الاري ذا. انا اعطينا الاري ذا الاري هو الاري ذا كي تعطاه في هو لوج على اين كتبت بدايه سكواش. انا ما احب نبدلها بعد اليمنت. اين كتبت لوج على سكواش هتحط اليمنت من هنا حط شيء لوج على الم وين هنا باش نكتب سكواش بلاس مشرومز باش نبين اللي كنت نعفيه تو سكواش. رجع لي صفر خاطر لوج في الاري يلقى اول اندكس اللي هو صفر هو مساوي اللي حبيت لوج عليه هاني هذا. رجع لي صفر. كان لوج على اونينز مثلا يرجع لي واحد خاطر الاندكس متاع واحد. كان لوج على شالوتس يرجع لي اثنين. كان لوج على حاجه مش موجوده اللي هو يرجع لي ماينس 1. فهذا هو الفاليوز اللي نجم نروحهم لي. يمشي يرجع لي الاندكس متاع الاليمنت كان لقاه كان ما لقاش يمشي يرجع لي ماينس 1. هذه حاجة مهمة خاطر بعد انت مش تستعملها ومثلا مش لوج الاري بتاع elements في شي فلان الفلاني اكتب اسمه كان لقيته باش تعمل actions مثلا تبعث له حاجة ولا تسجل له حاجة جديدة ولا تبدله. كان ما لقيتهوش باش ترجع حاجة اخرى تقول مثلا ما لقينا شي مفروض بدلنا فيها بالصحيح. نعمل run the tests عنا غلطة ما بدلناش فيه بالصحيح. بقى خلنا نشوف وش طالبين معناه. قال لك ما نعرفش ما تصورش فما حاجات اخرى متعلقه بالاندكس اوف. اللي يحب يقراها اللي يقرا على روحه. خلينا نشوف وين اش طالبين. اندكس اوف كان بي انكريديبلي يوسفول فور كويكلي تشيكينج. يو هاف ديفايند ذا فانكشن كويك تشيك موديفاي ذا فانكشن يوزنج اندكس اوف. ترجع ترو اذا كانوا موجود وفالس اذا كانوا مش موجود. باهي انا كيفاش نعملوها هذه. باهي عملنا كالترنير اوبريتور باش نستعملها في ثانيه باش نعمل زوز فيرجنز. انا ماذا بي ديما نطلع النيفو المستوى ونعطي حاجاتك اللي هي باش نعمل الفيرجن الاولى تو الناحيه هذه. نعم هذه الطريقه الاولى باش نعملوا الخدمه اللي هي شنو نقولوا نكتبوا مثلا كونست تشيك ريزلت يساوي اراي دوت اندكس اوف كما عملنا بكري. بعد نقولوا له نزيدوا سيمي كولن if check result يساوي minus 1 كما قلنا بكري اذا معناه ملقاشي قولوا return false. واذا كان ما فهمش كيكا ما نفهم return قولوا return true معناه لقاه. كان ملقاشي بيش يكون minus 1 انا رجعت false ما كانش رجعت true قولوا run the tests أمورنا واضحة. باهي الطريقة اللي نحكي عليها هاني من هنا طول return يساوي مباشرة minus 1. باهي أما هذه مقلوبة هذه مقلوبة معناها minus 1 إذا كان لقى minus 1 شو رجع يرجع إذا كان ما لقاش اللي هنا بشي يرجع ترو. فبش نقوله different than ما هيش يساوي بالعكس لأن هاني فولس خاطر ملقاش كان حط سكواش مش تولي true مريقلي. now we're on the test وذي أمورنا مريقلة أمورنا مريقلة نصور مفهومة ومش صعيبة وما هزيت الإيف من اللي بشتفهمه اللوجيك بعد ذيك. باهي هذيك كيفاش ندوروا على الاليمنتس نتاع الاوراكل واضحه نصور الحكايه. احنا ما دام نستعملوا الاندكس اندكس هيك 0 1 2 3 نوصلوا الاليمنت الاول الثاني الثالث فنجموا نطلعوا اندكسز بروجراماتيكلي يعني نكتبوا لوب مثلا نطلعوا بين الاندكس من 0 للنهايه نتاع الاري ومن بعد بالواحد بالواحد انا كل مره نستعملوا الاندكس باش نعرفوا الاليمنت نتاع الاول نتاع الثاني نتاع الثالث نتاع الرابع. كيفاش نعملوا هذه فور لوب مثلا نجموا نعملوا برشا لوب سما فور لوب. وفما حاجه اللي هم شوفوهم بعد في الفانكشنال بروجرامينج ميثودز اللي موجودين في الجافا سكريبت كيما الافري والفور ايتش والماب والريديوس وكل تنشوفهم بعد شوفوهم هذوما يسهلوا ما نستعملوش فور هيك خاطر الفور هذه بصراحه تتعقد شويه ساعات. لات نعملوا الاندكس والانيشاليزيشن وذي وقتاش يوقف والانكريمنتيشن وكذا فما الطرق ازين باش ندور على الاري ما دام نعرفوا احنا الاري معليش نقعد احنا نكتبوا في اللانك هذه ولا لكن المهم احنا تو باش نخدموا الفور
قال خاطر كاتب using for loops. فهي هذا مثال عنده array بشيمشي وعنده array يعطوله في الانبوت, يعني يعطوه argument array ذا. عملنا for loop تبدأ من الصفر ولازم توصل لآخر element أصغر من length. علاش strictly less than؟ خاطر نبدأ من الصفر. إذا كان الأري هذا فيه ثلاثة مثلا, الأري هذا فيه ثلاثة, هذا زيرو إندكس زيرو, هذا الإندكس وان, هذا الإندكس تو, اللينكس قداش؟ ثلاثة. فلازم يوقف في التو اللي هي أصغر من ثلاثة. ذاك علاش عملنا strictly less than array dot length, يعني هذه هي باش تطلع ثلاثة. وهو كي يوصل للتو صحيحة باش يعمل الفما في اللوب هذا البلوك باش يعمل, لكن كي يوصل لثلاثة باش تطلع هذه فولس خاطر ماهيش strictly. فهي تعمل strictly less than array dot length ولا تعمل less than or equal array length minus one نقص من واحد باش توقف في اثنين. كي توصل اثنين تبدا قدها تعملها. تصور واضح الحكايه هذه. نشوفوا شنو يحكيوا لنا. We have easily and programmatically determined which data items. هو قاعد يشوف اللي يبدا اكثر من 10 يحطه في الاري جديد, ومن بعد يخرجوا له كان اللي الاليمنتس نتاع الاري هذاك ما عادش باش يخرجوا مثلا 14 12 14 و 80 زي كل مش باش يخرج في مكتب 12 14 80. انا عملت كل فلتر وكيف كيف هناك كتبوا فم وحيد راه بشوفوه من بعد منهم واحد اسمها فلتر ونعملوها نستعملوها وتطلع لنا اسهل منها. لكن هذه طريقه باش نتعلموا الاري وكو شوفوا الاريز ومادام نحكيوا على الاريز. قال لك عملنا الفلتر اري هذه الفانكشن تاعنا انستد اري and element m as arguments and returns a new array. قال لك شنو تحب نعملو that may or not be present on one or more of the arrays nested within array. فهمتاش بك دي الجملة كيتو نرجع له. Modify the function using a for loop to return a filled version of the past array such that any array nested within array containing element has to be removed has been removed. خلينا نشوفوا في الامثله خير تنفهموا. باش يستعمل الاري هذا الكبير انا نستد فيه arrays, فيه مثلا هذا array وهذا array وهذا array وهذا هذا كلهم array هذو يعني خلينا نعاود نثبت واضح هذا لهنا باش يعطينا array متاع arrays ومن بعد عدد لازمنا نخليه له كان الوحيد اللي ما فيهمش العدد هذاك مثلا 18 موجود في الاري هذا ما نحطوش في الاري اللي باش يرجع. اما ذوما الزوز ما فيهمش 18 نخليه مثلا. نشوف في هذه اش عمل, حطينا هذا وهذا وهذا وكتب 2 فاللي فيهم 2 ما يقعدوش. trumpets 2 باش تنحى, flutes 4 باش تقعد, saxophones 2 باش تنحى. قاعد كان flutes 4 واضح هذيك طالبينه به. قاعد نعمل كيما نعملوا احنا في الامتحانات قبل من غير ما نقرا السؤال بالكدا نبدا نخدم طول وما يسالش تمشي الفاز ولو انه مش منصوح بها يعني باهي. كيفاش نعملوا هذه باش نشوفوا اللي شفناه بكري شويه برك index of. index of نتاع شكون؟ نتاع الاليمنت المعين. الاليمنت المعين كيفاش نطلعوه بالفور كيما هذه باش نعمل كوبي بيست لهذه يعني تو عباره باش نعملوا هذه نبدلوا فيها الكونديشن اوكي فهمت. هذه بيتا اللي شفناها اللي عاملينها هما باش نبدل فيها الكونديشن. فهي هكا هي المفروض تأخر شوية. به وهذه نجم نعرف فارت ستار يعني واحد من الناس استعجل هذا عجني ما دامي واضحة الإيف ما نعرف فارت ستار. باهي هذه الكونديشن واضحة الإي تبدأ من صفر وأصغر من الأري دوت لينك وكل مورا واضحة. أما الكونديشن هذه باش نبدله شنو باش تبدل؟ إيف الإليمنت موجود في الاري معناها الاري اللي هو في البوزيشن اي معناها الاري كامل هذا كله اري هذا هو بيدو اري معناها الاري هذا الكبير بكل والاري اوف اي هذه اللي هي الاري الداخلي الصغير. احنا نشوفوا
الثلاثة هي موجودة في وسطه ولا ليش نعمله؟ نقوله array i index of element. إذا كان ما إيش موجود نزيده، معناها لازم تكون يساوي minus one. وقتاش تبدأ مش موجودة كيبدأ minus one. لهنا الثلاثة موجودة في هذه وفي هذه وفي هذه وفي هذه، رجعنا ري فارغ كان نحيه مثلا الأخرانية دي ردوه 2، مفروض هنا خلينا 19 2 9 هيك هيك المطلوب. كله راند تيست مرقلين مرقلين نتعدوا. فهي توا مالتي دايمنشنال اريس، وذي حاجة واضحة على الأخر مالتي دايمنشنال اريس، نعمل اريس في وسط اريس. لكن فما كلمة يقولوها النستينج ليفل، معناها مادام نستد نستد كما قلنا اري في وسط اري معناها نستد اري، ونجم نعمل اري في وسط اري في وسط اري في وسط اري. كماذا؟ قد ما تزيد تهبط اللوطة قد ما تولي ديب النستنج متاعك. فقداش الليفل متاع الديبنس ولا نعرفش كيف تسمى هو الكبير بكله ليفل 1، الثاني هذا ليفل 2 كان في وسط واحد اخر ليفل 3 4 وانت ماشي. هو اللي يطالبه منه اش طالب منه؟ قال لك بدلو باش يولي فيه 5 levels of depth. فهي somewhere on the third level لازم نعملو string deep، fourth level level deeper و fifth level deepest. هاش نعمل اللي تو هذا first level هذا second level، يعني فوست هذا كله second level. هو يحب في third level نحطه deep، فالثيرد ليفل بتزيد array لنا نحط فيه كلمة deep، وفي وسطه هو باش نعمل array اخر باش نكتب فيها deeper خاطر هذا ولا level 4، وفي وسط هذاك هو بيده باش نحط كلمة deepest خاطر هذاك level 5، وإذا ظهر لي هو طالبينه هذاك هو المطلوب مليق اللي يمشي. لو انه هذا مش مزيان يعني ما يصلح الشيء اللي كتبته واني، لكن هذاك هو اللي طالبينه انا خدمت اللي طالبينه هما بالضبط. انت في الغالب مش باش تعمل حاجه كفك في الخدمه، انا باش تجيك اني واحد من الناس عمري ما عملت الليفل 5 هذا ولا حتى الفور 3 ممكن ساعات، فهمت ساعات زاد ساعات على الاخر، لكن هذوما ما عارفش اني يوز كيسز باش تعمل نستنج ليفل نتاع ريز بالطريقه دي. لكن هنا فما حاجه مهمه ذكرتها في كي جبنا ناس ريز باش نحكي على فازت الكلون نتاع بكري. بكري قلت كي تعمل const x يساوي مثلا array فيه 1 2 3 وعملت من بعد y const y يساوي spread ال x، ومن بعد عملت y push 1 ال x عملت console log x و console log y y اشطلع اطلع الاولاني الاكس قعد هو بيدو والواي تبدل. علاش؟ خاطر عملت كابي من اكس. لكن كان اني تو نجي الاليمنت الاول نتاع اكس هو بيدو اري، هو بيدو اري معناها اري نقول هو فيه مثلا 11 و22 مثلا. من بعد عملت سبريد للاكس في الواي، دي حاجه مهمه لهنا ما فماش مشكله انا بوش عملت بوش للواحد ما فرقين. لكن كان اني نبدل في الاليمنت هذا في وسط الواي مثلا نجيل واي 0 هذا وبيدو ونقول له بوش 1، مادام هو اري هو اري نجم نبوش فيه كيما تشوفوا حتى اللولاني يتبدل على خاطر هو سبريدلي اللي فما لنا، وذا مادام هو اري والاري باي ريفرنس تمشي الحكايه لازمني حتى هذا نعمل له سبريد. فهمتوا؟ معناها لازمني كيفاش نعمل مشكله هي تو نجم نعمل يعني باش نفسها في المحكيه سبريد ونعقدوها شويه، لكن تنجم تعمل بطريقه معينه عن طريق الفور تبدا بالليفل بالليفل تشوف هو كان اري ولا اوبجكت خاطر الحكايه حتى في الاوبجكت تصير تعمل لهم سبريد زاد حتى هم لين توصل في الاخر. وهذه في الغالب انا واحد ما عملهاش بيديا خاطر زايد باش نضيع الوقت، هم لايبريز حاضرين يعملوا ديب كلون ولا حاجه كيفك كيما لو داش ولا اندرسكور هذوما تنشوفهم بعد. المهم الملاحظه حبيت نقولها باش تقعد موجوده راه كي تعمل سبريد مش في بالك عملت كلون رد بالك يبدا عندك نستد اريز خاطر احنا تو في نستد اريز راهو الليفل هذه سبريد ما يمنعك كان في الليفل 1 كان عندك من بعد اريز اخرين حتى هما راهم باش نجم يصير فيهم المشكل هما راهم نستد
نفسخ العملت جديد. نعاد نعمل run the tests ونتعدل اللي بعده. واللي بعده متعلق بالobjects كما قلنا اليوم، مش نكملوا في الarrays وكهو نوقفوا، ديجا عملنا ساعة. نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله.